ايوه يا نور. بس بقى يا مجنون يخرب بيتك، هتوديني في داهيه. انت بتقولي فيها؟ انا خلاص اتجننت. اتجننت بجمالك وحلاوتك البلدي اللي تهوس دي. يا سلام، يعني انت عايز تفهمني ان الموزز بتوع سيما اللي بتقعد معاهم دول مش عاجبينك، وانا بقى ال موزز مين وسيمه مين يا ماما؟ ده كله بلاستيك، ده نصهم مكياج والنص التاني بيبات في عيادات التجميل. دول بيصرفوا دم قلبهم عشان يبقوا في ربع جمالك وحلاوتك. طب انت عارفه لو سبتي لي نفسك بس يا نونو لحمل منك اشهر نجمه في مصر. نجمه؟ اه والنبي صحيح. يعني انت قصدك يعني امثل كده؟ اه وماله يا لهوي محروس. وماله است كل وماله لما تمثلي وتغني وترقصي كمان؟ بس الكلام ده بيبقى في النور وعلى عينك يا تاجر، ها؟ مش في الضلمه والخرابات، مش كده ولا ايه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، والنبي يا محروس افهمني، انا اصلا كنت يا ست الكل مش وقت، اجل الفجر قرب والرجل هتسعى في حته، غطي وشك وبينا نتوكل على الله. حاضر حاضر يا اخويا. انت محروس صح؟ محروس ابو خطوه. طب والله عم غزال كان معاه حق لما قال عنك انك راجل مجدع واصيل وابن بلد. بقول لك يا استاذ، اه عم غزال ده راجل طيب وحنين ومن اجدع الناس، مش آه كده ولا آه آه مش كده؟ اه طبعا ما يستاهلش الغدر يا استاذ، والله ما يستاهل الغدر. ايوه صح مش كده ولا ايه؟ صح؟ صح طبعا، صح صح ولا ايه؟ يلا يا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم استاذ محروس. انا عرفت اللي حصل من حماصه وبهدلته، والمصحف الشريف بهدلته اخر بهدله، وقلت له ازاي تعمل كده في الراجل الطيب ده، عمره ما اذى مخلوق في الحاره. صدقهمش يا استاذ سلام. هما مين دول؟ صدقهمش، اسمعي مني، انا زي اخوك. صدقيش الرجاله المزاجنجيه بتوع الجمال الرباني بقى والدلال السلطاني وكلام كلام كلام، تمهم قاطعين الواحده من دول ويزنوا ويوسوسوا لحد ما يوقعوها في الغلط. وبعد كده بعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ يداسوها برجليه. محروس انا والله العظيم وكتاب الله انا عارف ان انت يعني معدنك صالح وبذرتك طيبه، بس هم الابلسه بقى اللي حوالينا شكلهم حلو كلامهم احلى، ما تصدقهمش يعني، ما تصدقش خصوصي بقى بتوع السيب لا واللي بيمثلوا يعني هتعرف ازاي يعني انت فاهمه اللي في دماغه لما يمثل عليك هتعرف منين؟ وانت ايش عرفك بتوع السيما يا محروس؟ والله زمان اشتغلت لي شويه كده في اسكندريه في الصيف في مسرح في البوفيه يعني بتاعه، وكان فيه وقتها واد عامل زي الباب كده ممثلات حليوه ومستحلي نفسه وشعره لغايه هنا كده، كل يوم بقى كل يوم الاقي ماسك يعني الحمد لله بنت من الغلابه اللي بتمثل الكلمتين دول او ما بتتكلمش خالص، وبنت من مثلا اللي بيرقصوا ورا وعمال اسطوانات كده واخدها في حته، تاني يوم الاقيها بتعيط وواحده صاحبتها بتوصيها، واللي بعده الاقي اللي كانت بتوصيها دي هي اللي بتعيط وواحده ثالثه بتوصيها. الله وربنا اداله نصيبه، ما عندناش نشوفه باين النسوان كده يعني لبوزها كانت دماغه أو بينها كليته كله. بس سلام كلنا بنغلط، بني آدم خطاء أحلى حاجة في الدنيا، بيغلط ويرتجع. يا سلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا سيدي اتضربت اتضربت يا عم شاكسو، استريحت يا أخويا. الكلام كده يبقى بينا، جاي تكلمني في وسط الناس اتضربت اتضربت ضربت يا سيدي، كل الناس بتتضرب، في واحد حبيبنا ها؟ لا ما تستهبلش وبص لي، في واحد حبيبنا ها؟ جبناه وهو مربوط برقبته والعيال مش كده اللي ايه؟ انت شكلك ابن ناس يا حول الله، انا مش فاهم انت جاي منين؟
حكايتك ايه؟ ضربوني يا مشاكسو، كتفوني وبددوني كده بعيد عنك زي الخروف البلدي في ليلة العيد. بس خلي بالك العلقة دي علقة رجولة وجدعانة. خلي بالك يقطعوني يا عم 100 حتة، انما واحدة بالحليب بتوع الحتة تتضرب ليه؟ نخيب احنا ولا نخيب؟ امال ياض يا شاكسو، لو كنت بقى سمعت حكاية سيدنا العدوي. يا لهوي ده ايه؟ بيقول لك كان بياخد كل كرباج سوداني والتاني ايه؟ وواقف سيف علشان ما يوطيش على رجل الباشا وايه؟ ويقول له انا كلب. خلاص يا باشا. يقول له مثلا انا ارنب، انا قطه. يا شاكسو. بس تصدق بقى؟ تصدق انا اللي حاسس في نفسيتي ايه؟ ها؟ ان هم يشتغلوني ويدوني البتاع كده وادور عليها وانا فاكر انها عطاره وهي حشيش. حشيش. استغفرك يا رب. يا عالم بقى يبقى ذنب كده جاري واحنا شغالين في انت ايه؟ انت بتيجي تاكل وتنام بس مش اكسر. بقول لك حشيش. حشيش. ده الحشيش ده انا ولا جيت جنبه ولا لمسته اساسا بتيجي 20 سنه، بس خليها في سرك.